واخيرا بعد طول انتظار شباب فلاي واحمد فلاي مع الجيم ونشوف مين راح يحلق، هل هو اليوغا ولا تيم الفالكون؟ بالتوفيق شباب. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدا المباراه اللي جمعت بين فريقين بيبحثوا عن الانتقام من ساندروك جيمنج. يوغا لسه قبل ساعه او ساعتين خسر امام فريق ساندروك، في حين انه فالكونز في البطوله الماضيه خسروا منهم، وهذا الاشي محوري جدا انه الان يقدروا ياخذوا القصاص تبعهم. لازم اذا بدهم ياخذوا القصاص لازم يرجعوا ينتصروا ويستمروا في البطوله. الحماس الان يجب ان يغلب هذه الرغبه في الانتصار، والان حان وقت نشوف مين الفريق اللي عمل التجهيزات اكثر، التدريبات احسن، عشان نشوف مين فيهم اللي حيحصد كلمه الانتصار، مين فيهم اللي حيضلوا في البطوله، ومين اللي حيخسر ويطلع بس ب 190 نقطه من نقاط الميجر. الدقيقه الاولى مرت، ما زال فريق فالكونز الان بحاول هو اللي يضغط، لكن حتى الان يوغا بونيتو حاضرين، يوغا بونيتو بيلعب المباراه من غير، المفروض يلعبوها من غير اي خوف، المفروض يلعبوها بس بالرغبه في الانتصار، والان ما زالت الكره ما شفنا منها في اول دقيقه اي نوع من انواع الخطر على اي من مرمى الفريق. زي الحين بعد مضي دقيقة كاملة على وقت المباراة نشوف انه الفريقين كل عندهم هجمات، الكرة تروح يمين الملعب ويسار الملعب، ما في هجمات واضحة من كلا الفريقين، لسه يتعودون على طريقة اللعب بين بعضهم البعض. الضغط اكبر قد يكون شوي لجهة فالكونز بما انه هو الوحيد اللي عنده تسديدة حاليا في الاحصائيات، لكن لا تزال عندهم فرصة كبيرة. الان نشوف سمو يحاول يمرر الوسط، يعتبر الطريق على طول، يحيى ما يعطي اي فرصة ان ياخذ نفس، لكن الان علي حاول يوديها لمنتصف الملعب لكن ما معه احد. هجمة مرتدة الان فريق فالكون توز في الموقع المناسب لكن ما عنده اي نقطة بوست. الان نشوف هذا الدبل كومت او الدخول المزعج على كرة واحدة تعطي افضلية الان اليوغا بنيوتو بهجمة مرتدة، لكن توز مرتقي لها ويرجعها لملعبهم. لكن الان شوف اوبن جول، يا سلام عليك يا علي، بعد تمرير رائعه جدا من يحيى، زي ما شفنا الان تخليصه ما كانت مناسبه من توز، وشفنا تمريره من يحيى العلي اللي هو كان اقرب وسجل الهدف الاول وهدف التقدم ليوغا بنيتو، ولكن لا يزال عندنا 3 دقائق و13 ثانيه من زمن المباراه الاولى في هذه السلسله. هذا هو المطلوب الان من يوغا بنيتو، انهم يفتحوا حتى الزيل، انهم يدخلوا المباراه بطريقه قويه، انهم يحاولوا يضغطوا فريق فالكونز، ما يخلوا فريق فالكونز يلعب بالطريقه المريحه بالنسبه له. اعتقد كومبينيشن التفجير زائد انك تسدد على مرمى فاضي، هذه هي النقطه امام دفاع صلب زي دفاع فريق فالكونز. لكن 1-0 المباراه زي ما قال فاي بالضبط، ضايل منها 3 دقائق. الان فالكونز بيبحث عن التعويض، فالكونز بيبحث عن تقليص الفارق والتعادل، وبعد هيك بدا يبحث عن الانتصار. فينوم الان اخر مدافع عشتت الكرة، سمو وين التمريرة؟ لا حتى التسديدة كانت محاولة دايركت حلوة وتمريرة، لكن فينهم وجد أمامه سير تصدي جميل، ولكن لسه الخطر موجود، الخطر قائم. تسديدة ثانية هل قد حينتظروها فريق فالكونز؟ المفروض تطلع من عندهم، لكن يحيى تسديدة حلوة، وين التصدي؟ موجود التصدي من عند اللاعب فينهم، والتشتيت بعد هيك من عند تويز. الهجمة مستمرة، سمو تمريرة منتصف الملعب جميلة، تمريرة ثانية، يا سلام، الله على العمل الجماعي، لكن يحيى كم حاضر، استطاع أن يقطع الكرة، وبالتالي محاولات فالكونز حتى الآن لم تنتج عنها أي أهداف. شوف الآن غضب فريق فالكونز، يحاولون يجيبون هدف التعادل في أقرب فرصة ممكنة عشان يقدرون يسجلون هدف التقدم. نشوف هجمات متكررة أكثر يعني كثيرة جدا على مرمى يوغا بنيتو، بس زي ما قلت أحمد إنه هذه الأفضلية الهدف الأول في المباراة الأولى في هذه السلسلة تعطي للعيبة أريحية أكثر إنهم يلعبون دفاعيا أكثر منهم هجوميا. لكن اللي نشوفه من يوغا بنيتو إنه لا، نحن هدف واحد ما يكفينا، نحن لسه نهاجم. زي الآن نشوف هجمة من يحيى، هل عنده لمسة ثانية أو لا؟ يحاول يصدم الحارس علي في اللمسة الأولى، سيات يحاول فيها بلوم، يسيب الكرة بطريقة أكثر من رائعة، يتصدى لها. لكن الآن عندنا هجمة مرتدة لفريق فالكونز، إيش بيقدرون يسوون فيها؟ سمو يطلع فيها، لكن علي يخلصها على طول، تمرير وسط الملعب من بنوم لتوت، وبنوم مرة ثانية، الله عليك السيف، سيات يا مجنون يا سيات، شوفوا كم السيف الأكثر من رائع، قدر يتصدى للكرة، تسديدة خطيرة جدا من تيم فالكونز. لكن إلى الآن يوغا بنيتو صامدين، عندهم لا يزال دقيقة وعشرين ثانية، الضغط المستمر من فريق فالكونز مو لمصلحتهم أبدا، لازم لأنهم يسجلون هدف أو يخلصون الكرة بطريقة مناسبة ويفكون الضغط. وزي ما نشوف الحين عندهم هجمة، ما يكتفون بالهجوم فقط، لا يدفعون ويهاجمون في نفس الوقت. الآن عندنا دقيقة من زمن المباراة، إيش بيسوون يا ترى؟ ودقيقة الآن، هاي الدقيقة حتحمل جزء كبير من الأكشن، التسديدة جميلة مع فينوم، يا السلام على يحيى، الدفاع قائم، الدفاع حديد، الدفاع صخر من عند فريق يوغا بنيتو، حارمين تماما فريق فالكونز من أي محاولات تسديدة، لكن يا السلام على كيتوز، تصدي رائع، التشتيت والهجمة المرتدة، الآن المفروض يكون في هجمة مرتدة اللي عجز إنه يعمل فريق فالكونز قدام 5 دقائق، الآن سمو استطاع إنه يعمله هجمة مرتدة رائعة للغاية من عند فريق فالكونز، استغلوا التقدم غير المبرر من عند فريق يوغا بنيتو، وعلى السريع سمو
وبينهم عمل جماعي رائع. حتى المدافع الأخير سيت اللي حاول يطلع الكرة لقى مهاجم تاني جاي يصدمه ويبعده تماما على المرمى. تعادل جميل بين الفريقين، لكن فالكونز أخيرا بعد 5 أو 6 هجمات استطاعوا أنهم يسجلوا هدف واحد لمصلحتهم ويخلوا النتيجة 1-1. زي ما تشوف كيف كانت اللعبة الذكية من بينهم، انه ما بس ناول، لا راح صدم سيات وما خلاه يصد الكرة، وبكذا ابرز يعني جابوا الهدف التعادل بنتيجة 1-1. الان عندهم 20 ثانية انهم يحددون مصير الفائز في هذه في المباراة الاولى من هذه السلسلة. نشوف ضغط كبير من كل الفريقين يحاولون فيها انه يضمنون المباراة الاولى. اي واحد يضمن المباراة الاولى في هذه السلسلة يكون عنده اريحية كبيرة انه يدخل للمباراة اللي بعدها وبمعنويات عالية جدا، وبرضه يأثرون على الفريق الخصم اللي هو خسر في المباراة الأولى. لكن الآن نشوف عندنا ثانية واحدة إيش بيسوي فيها. توز عنده أفضلية، ثبت الكرة يرفعها فوق سيات، لكن علي يودينا للوقت الإضافي من المباراة الأولى أو الجولة الأولى في هذه السلسلة. في عندنا 8 تصديات هلقيت من عند فريق جوجو بونيتو، 8 تصديات وبس استقبلوا هدف واحد، بالتالي الدفاع تبعهم قاعد بيأدي أدوار دفاعية جيدة للغاية، تفجير مدافع وين متابعة، لكن لا على السريع استطاع فريق فالكونز يطلع بالكرة من مناطقهم مرة تانية على مرحلتين. هاي المرة وين حد كل هجمة تزيد جميلة، لكن تصدي رائع من اللاعب سيت صراحة قاعد بيقوم تصديات خرافية لمصلحة فريقه، وعمل جماعي مش مطلوب الآن من عند فريق فالكونز. اللاعبين خبطوا في بعض لكن لسه الكرة خلصوها من مناطق الخطر، ويا سلام على مرحلتين سامو ممتاز قطعها وبيستمر ضغط الأمن عندهم لكن فجر تماما، فبالتالي خسر مهاجم كان ممكن يشكل خطر كبير على مرمى فريق يوغو مونيتو. التسديدة رائعة لكن في الأخير سامو بعد ما رجع من عند الباب الآن عنده إمكانية يبدأ هجمة، ما معه كثير بوست، يحاول هو يأخذ بوست الآن ويطلع بهجمة تانية، لكن يا سلام عليك أسيات الضغط كبير، الضغط حاضر، الضغط موجود. حاول الآن توز شتت الكرة مرة تانية، تفجير آخر لسامو، سامو مش قادر يدخل السيرفر كل شيء بيفجروه، ولكن فينوم الآن موجود على خط الدفاع الأخير، شتت الكرة تمريرة من عند علي وين التسديدة، السلام على التسديدة من عند سيات، تمريرة رائعة من علي وفينش أكثر من رائع من عند اللاعب سيات لينهي المباراة الأولى لمصلحة فريق اليوغو بونيتو. شوف كيف السرعة اللي تستخدم فيها علي، طلع للكرة بأسرع ما يمكن، قدر يسقحها بزاوية الملعب وتمريرة جت أكثر من رائعة لسيات، قدر يستغل فيها هذه الفرصة يسجل الهدف الثاني وهدف الفوز يوغا بونيتو. والآن يوغا بونيتو يحرز الانتصار الأول في هذه السلسلة، معنوياتهم جدا جدا عالية. نحن كنا نتوقع أنه يكونون شوي تعبانين من مباراة ساندروك جيمينج، لكن زي ما شفنا أداهم جدا 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 رائع، وزي ما نشوف علي هو لاعب الـ MVP أو اللاعب اللي عنده أكثر خبرة في البطولات، قدر انه يشيل فريقه في الجيم الاول ويحرز المباراة الاولى. بس خلونا برضو نشوف الاعادات يا احمد، نشوف كيف الاهداف الرائعة اللي صارت، نشوف اهداف اللي جت. يمكن الاهداف صراحة كانت فعالة تمام، او كان في يعني فيها تاتش جميل جدا، فيها لمسة جميلة جدا، لانه طلع يوغو بنيتو افتتح التسجيل على الدقيقة الاولى او بعد دقيقة وشوية، لكن على طول فالكونز حاول دقيقتين ونص وثلاث دقائق لحد ما قدروا يجيبوا التعادل. عودة يوغو بنيتو لجو المباراة وتسجيلهم هدف في الاشواط الاضافية الهدف الذهبي، هذا الاشي مبين لك قديش يوغو بنيتو الان اخذوا دفعة معنوية عالية. انت دخلت الان على البيست اوف 7 منتصر في مباراة على الفريق اللي الثاني في السيزون الماضي، يعني كان ثاني احسن فريق في السيزون الماضي كامل، لذلك انت الان معك افضليه كويسه، افضليه نفسيه عاليه، وهذا الشيء اللي حيحاول الان فريق يوغو بونيتو انه يستغله ليحاول يستمر في الانتصار. لكن اعتقد انه فالكونز عندهم خبره كتير كبيره، لانهم يطلعوا من مود احنا خسرنا اول مباراه او مع معنويات خسرنا اول مباراه، ويدخل في معنويات روكت ليج بيست اوف 7 معناها انت حتلعب 7 مباريات للانتصار، اول 4 حتنتصر فيهم، فبالتالي ما في اي ادنى داعي ان اضغط على حالي من المباراه الاولى، بل على العكس باخذ المعلومات الايجابيه اللي فيها، بعرف كيف قدرت اسجل عليهم الهدف، باخذ المعلومات السلبيه اللي وين انا غلطت فتسجل فيها هدفين، وهذه بتحولها لمعلومات تستفيد منها المباريات الثانيه لحد السابعه. هيك بتعاملوا دائما الفرق المحترفه. واعتقد حتى لما رحنا وسالنا فريق فالكونز ايش سووا بعد ما خسروا مباراتهم امام سايتس، مباشره حكوا لك احضرنا الريكورد، احضرنا المباراه من اول جديد، حددنا اخطائنا وعدلناها، هاي هي فلاي المنتاليتي تبعت الفريق دائما بيبحث عن انتصار. طبعا زي ما قلت لك انه فالكونز فريق يتعلم من خسارته، وانه وعلى طول نشوفه في الجيم اللي بعده او في اليوم اللي بعده يطلع بمستوى غير 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 عن اللي كان في اليوم اللي قبله. لكن الان اتوقع عندنا مشاكل تقنيه داخل اللعبه، ف خلينا نتكلم عن المباراه اللي راحت. زي ما شفنا انه يوغا بونيتو كان دفاعهم جدا 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 رائع، شفنا 10 تسديدات تقريبا او اكثر من 10 تسديدات من تيم فالكونز قدروا يتصدون لها كلها، وقدروا ياخذونها للوقت الاضافي، ومنها قدروا يحجزون هدف التقدم لهم. لكن في لاعب شوي الى الان نحن
خلينا نقول ما شفناه بشكل كبير. سمو ما كان ظاهر، سمو اللي هو كنا متعودين اللاعب اللي لمساته جدا جميلة، يقدر يوصل للكرة بشكل مناسب، يقدر يخدع اللاعبين، تقول يطلع لاعبين مع أقل شيء عشان يعطي فرصة إنه فريقه يتنفس وفرصة إنه يسجل هدف، لكن ما كان ظاهر جدا في الجيم اللي راح. بس الجيم الأول زي ما قلنا إنه دراسة خصم، ويوغا بنيتو زي ما قال ساندرو جيمينج أبدا 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 ما هو فريق تستهين فيه، يعني قدموا أداء أكثر من رائع. لكن خلينا نشوف يعني دراسة الخصم الجيم الثاني، يعني يبين معك خصوصا بس في 7 الجيم الثاني والجيم الثالث يبين معك المستوى ويبين التطور وطريقة فهم الخصم. لكن طول المباراة برضه وطول المباريات خصوصا بما أنها بس في 7 يتعبون اللعيبة بصراحة، وإننا يعني على نهاية اليوم لعبوا كل فريق لعبوا مباراة قبلها ما ندري إيش بيصير. فخلينا الحين نروح للجيم الثاني من هذه السلسلة. وتسلم يا أحمد. أيوة، الآن دخلنا على الجيم الثاني مباشرة. أعتقد أنه بكل بساطة اللعبة الآن حتكون كيف بدهم يرجع فريق فالكونز، لأنه يوغا بونيتو سجلوا أول انتصار. يوغا بونيتو أثبتوا نقطة مهمة جدا، أنه إحنا حاضرين، إحنا موجودين، إحنا خطر كبير، إحنا فريق لازم تخاف منه فالكونز، لأنه مش حتفوز علينا بسهولة، مش حتلعب قدامنا مباراة سهلة وتتوقع أنك تتأهل منها للسيمي فاينل تبع اللور براكت. لذلك هاي المعلومة وهاي الحقيقة الآن أكدوها، وتمريرة خاطئة جدا من فالكونز على السريع، علي ما قطعها بس قطعها وحولها لتسديدة مباشرة. بينهم التمريرة من عنده كانت خاطئة تماما، علي تسديدة 108 سرعتها قوية جدا، حتى لو كان في حارس كان حيواجه صعوبة لأنه يتصدى لها، وافتتاحية نارية للتسجيل من عند فريق اليوغا بونيتو. أنا عجبتني الثقة اللي عند علي، تمركزه كان مناسب جدا، وأول ما شاف خطأ بسيط من بينهم قدر يستغل هذه الفرصة ويسجل الهدف الأول. وزي ما قلنا الأخطاء البسيطة أو الصغيرة اللي تكاد لا تذكر نشوف الفرق المحترفة بهذا المستوى تستغلها بشكل جدا 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 رائع، وقدر يضمنهم فيه الهدف الأول. وزي ما نشوف الآن يوغا بنيتو داخلين بقوة، أنا كنت أتوقع أن فالكون هم اللي يبدون الهجوم في الجيم الثاني من هذه السلسلة، لكن اللي أشوفه أنا يوغا بنيتو هم عندهم الضغط الأكبر في الدقيقة الأولى من وقت المباراة، عندهم إلى الآن تسديدتين على الباب، ونشوف يحيى لكن الآن دخول مزدوج إيش بيسوون فيها. زياد جدا جدا بعيد عن الكرة، علي يحاول يمرر الكرة إلى زميلة في الخلف، زياد الآن مع الكرة في طرف الملعب، هل عنده لمسة ثانية أو لا؟ يلمسها لكن بينهم موجود سمو يطلع فيها، عنده لمسة ثانية، ما أشوف أي لمسات ثانية من سمو، في تخبط شوي في اللمسات إلى الآن ما دخل جو المباراة، لكن لعله وعسى يرجع فيها. سيات ما عنده أي بوس، تمريرة العالي لكن على طول يتم اعتراضها، لاعبين في الخلف، عنده لمسة ثانية لكن لا، يحيى كيف تضيع كده صح؟ مررها، ما كان عنده أي بوس، ما قدر إنه يستغل هذه الهجمة أو الخطأ الدفاعي من فريق فالكونز ويحرز فيه الهدف الثاني. لكن الآن تشوف علي ارتقاءه سريع جدا سريع جدا جدا جدا، بحيث إنه الهجمة المفروض هذه ما تطلع لها، لاعبين من فريقك راجعين للوراء يدورون البوس، لكن أنت عندك ثقة كبيرة إنك تطلع للكرة بهذا الشكل، عنده هدوء وقوة أعصاب بشكل مو طبيعي. لكن الآن مضى على المباراة دقيقتين، متبقي لنا 3 دقائق، إيش بيسوون تيم فالكونز؟ ما في أي هجمة واضحة لهم إلى الآن. يحيى يدخل في التحدي بالكرة مع بنهم، علي عنده أفضلية إنه يثبت الكرة لكن على طول يعطيها لتيم فالكونز، هذا الشيء ما نبي نشوفه الآن. هجمات متواصلة من كلا الفريقين، عندنا دقيقة و40 ثانية الآن، سمو هجمة أخيرة يحاول فيها يجدد النطة، عنده بينهم تسديدة لكن نشوف تخليص أكثر من رائعة، نشوف دخول مزدوج مرة ثانية من فريق يوغا بنيتو، ما عندهم أي بوست يقدرون يتعاملوا معه، ما في إلا سيات اللي عند البوست، حلو تخليصة جميلة جدا، أعطت مساحة ليوغا بنيتو أن يأخذ النفس. وخلينا نشوف الآن عندنا 22 ثانية، هل يا ترى بيقدرون يسجلون الهدف الثاني يوغا بنيتو أو يسجلون هدف التعادل تيم فالكونز؟ فريق فالكونز الآن ما بيتوقف عن إظهار رغبته في التسجيل صراحة، كل شيء هجمة ورا هجمة، لكن في الأخير يوغا بونيتو زي ما شفناه في المباراة الماضية هدف واحد لا ما بكفينا، بدنا نجيب أكثر، بدنا نجيب هدف ثاني، بدنا نجيب هدف التأكد من الانتصار، لأنه هدف واحد معروف في روكت ليج ممكن على السريع ننقلب الدفة عكسك وما تقدر تتعامل مع المباراة بعد ما تستقبل هدف التعادل. لذلك يوغا بونيتو الآن بيبحث عن تأكيد الانتصار، في حين فريق فالكونز اللي أظهر رغبة كبيرة في التسجيل الآن بحاول إنه يجيب التعادل. تمريرة جيدة لكن على سريع، يحيى تشتيت جيد، وين علي؟ علي بيسدد على مرمى فاضي، وعلي بيكمل الستريك الحلو من الأهداف تبعه، صار مسجل هدفين المباراة. وبصراحة دفاعات فريق فالكونز حتى الآن فيها ثغرات واضحة فلاي مبينة، انت بتلعب هجوميا بشكل متسرع وفي الدفاع ما في واحد ليغطي الخط الأخير أو الثلث الأخير من الملعب، فبالتالي على السريع بتلاقي علي جاهز ليعاقبك، خطأ أول من فينهم، خطأ ثاني في الدفاع
على السريع. علي كان حاضر يعاقب كل الخطأين ويسجل هدف، لكن هاي المرة بينهم على السريع قلص الفارق لهدف واحد بعد تمرير رائع جدا من اللاعب صمو. زي ما شفنا انه فريق فالكونز يلعبون بشكل هجومي جدا في الدقيقتين اللي راحت، كان في خطأ بسيط جدا في الهجوم اسفر عن هدف ثاني ليوغا بنيتو، لكن شفنا الرد السريع من تيم فالكونز بالهدف الاول لهم في هذه المباراة. الان النتيجة رجعت زي اول، فرق هدف واحد، لازم فريق فالكونز يجيبون فيه التعادل. فهل يا ترى يسوون الخطأ نفسه اللي راح وبيهجمون كل اللعيبة؟ لازم يكون في شوي تمركز افضل من اللاعبين، خروج وطلوع منهم اثنين. ولكن نشوف علي سجل الهدف الثالث لتيم يوكا بنيتو. انا ابيك اول شيء اطالع في اللاعب اللي قدر يسحب مهاجمين، شوف كيف سياد سحبهم اثنينهم وخلاهم يدخلون دخول مزدوج مما اعطى فرصه كبيره لعلي واعطاه يعني اوبن جول او هدف مفتوح قدر يسجل فيه الهدف الثالث. الان تيم فالكونز موقف جدا صعب، متبقي دقيقه و20 ثانيه فقط تقريبا من زمن المباراه، ما ابدا ما عندهم اي وقت يضيعونه. انا اشوف انه اذا ما سجلوا هدف الان او خلال 20 ثانيه من وقت المباراه، يوغا بنيوت بتكون عندهم افضليه كبيره، بيقفلون اللعب بشكل كبير. هذه هي النقطه اللي الان بحاولوا فريق يوغا بنيوت يركزوا عليها. انا ما في اي ادنى داعي بتاتا اني اروح واهجم ثاني، خلاص انا قمت اقدم هدفين وثلاث اهداف. ولكن يحيى يا سلام عليك يحيى، على السريع بكمل ما بدأوا زميله علي. علي جاب هاتريك ويحيى تمريره خاطئه اضافيه من فينوم. فينوم صراحه هاي المباراه غايب تماما عن فينوم اللي احنا متوقعين نشوف كل مباراه. شايف كيف كميه الاخطاء هذه؟ على السريع في لاعب على منتصف الملعب من عند فريق يوغا بنيتو جاهز تماما للعقاب، وهذا العقاب تم ترجمته لاهداف في مرتين او ثلاث مرات من اصل اربع اهداف الان سجلوها فريق يوغا بنيتو. فبالتالي ال 50 ثانيه الباقيه اعتقد 50 ثانيه من العذاب لفريق فالكونز اللي بس حيحاولوا يقلصوا الفارق، لانه على السريع دفاع حديد من اللاعب علي حرم فريق فالكونز من التسديد. هاي المره التسديد الثانيه، لكن سمو تسديده صاروخيه من عنده، استطاع تسجيل الهدف الثاني، لكن لسه متاخرين بهدفين امام فريق يوغا بنيتو مع بقاء نص دقيقه وشويه على جو المباراه الثانيه. لسه لا يزال عندهم فرصه، انه 37 ثانيه في روكت ليج جدا جدا وقت كافي انك تسجل فيها هدفين، لكن ضد فريق زي يوغا بنيتو قد يكون صعب. لكن زي ما تكلمت احمد بينهم في هذه المباراه، اتوقع ان الاخطاء بدات تاثر فيه والنفسيه بدات تلعب فيه شوي، زي ما شفنا بالهجمه السابقه ما قدر يلمس الكوره ضيعها، الكوره كانت مهيئه لان يسجل الهدف الثاني لتيم فالكونز لكن ما قدر يسجلها. ومن حسن الحظ انه سامو كان موجود. الان شوف امبرسيف، الله عليك يا امبرسيف، شفنا الان تخبط شوي من يوغا بنيتو بعد تمريره رائعه من سامو وسط الملعب بينهم، خلينا نقول تمريره خلفيه، حاول انه يسجلها للباب بس ما قدر يسجلها، قال خليني امرها للاعب الخلفي، وقدر امبرسيف انه يسجل الهدف الثاني لتيم فالكونز. لسه عندنا 21 ثانية بتكون حماسية جدا ومولعة بالنسبة لتيم فالكونز، والآن هي اللي تحدد مصير الجيم الثاني من هذه السلسلة. فهل يا ترى بيقدرون خلال ال 12 ثانية المتبقية يعني يسجلون هدف التعادل أو لا؟ شوف الآن تصدي أكثر من رائع من علي، امبرسيف يرجع الكرة وسط الملعب، سمو موجود، علي مرة ثانية في اللمسة، ما عندهم أي بوس الآن. يوغا بوليتو في موقف جدا صعب، ولا واحد من اللعيبة عنده بوس، لكن انتهت المباراة، ما قدر تيم فالكونز إنه يخلي الكرة في الجو. وكذا نقول ألف مبروك يوغا بنيتو فوزكم بالجيم الثاني في هذه السلسلة. تيم فالكونز جدا جدا يا أحمد موقف صعب، وعلي مرة ثانية يكون عندنا هنا الـ MVP لما نشوف إنه عدد تسديدات متقاربة جدا بين الفريقين، 11 تسديدة بالنسبة لتيم يوغا بنيتو مقابل حوالي 9 تسديدات من فريق تيم فالكونز. النقطة المحورية هنا أنه فالكونز هجومهم كان قوي يا فلاي، لكن المشكلة الأساسية أنهم أخطأوا كتير، يعني قدموا كتير أخطاء في المباراة، فبالتالي مهما سددوا أهداف لسه في عليهم دين، لسه متأخرين في الأهداف، لأنه أخطأوا مرة مرتين وثلاثة وتسببوا كل أخطاء هي تسببت في أهداف. فبالتالي أنت الآن قاعد تتحدث عن ثلاث تمريرات بالخطأ في منتصف الملعب، مهما حاولت بعد هيك انك تصنع اهداف، لو سجلت ثلاث اهداف على السريع انت حتخسر، ان يوغا بنيتو عندهم اهداف اكثر منك. هذا الاشي صراحة لازم 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 على فريق فالكونز الان مع دخوله لجو المباراة الثالثة انه خلص يتخلص منه تماما. فينوم يضبط نفسه، تمركز التتابع للمدافعين بحيث انه يبقى مدافع اخير امام مهاجمين اثنين، هذا الاشي لازم يحافظ عليه بطريقة جيدة، او على الاقل يحافظ على ديناميكيته بطريقة مناسبة، لانه لازم تهجم ولازم ثلاث لاعبين يكونوا في منتصف الملعب الثاني، لكن من غير ما تترك مساحه واسعه بحيث انه اي تسديده ما يكون في حد يتصرف معها ويتعامل معها. اعتقد النقطه الاكثر ابرازا بعد اخطاء اللاعب بينهم هي
مركزية اللاعب علي دائما موجود في مكان ممكن يسجل منه. مستحيل على يمين الملعب، على يسار ملعب أو في المنتصف، علي دائما واقف في منطقة هجومية ممكن نص خطأ يحوله لهدف، وهذا الإشي الرائع اللي فوزه مباراته الثانية. طبعا زي ما شفنا زي ما قلت أحمد إنه حتى سيات يحيى علي كلهم يكونون في الموقع المناسب وفي الوقت المناسب، يقدرون يستغلون أخطاء بسيطة جدا من فريق فالكونز، لكن زي ما قلت إنه ثلاث أخطاء في هذا المستوى جدا 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 قاتلة، خصوصا أنت تلعب الآن على بطاقة التأهل وأنت ما تبى تطلع، أنت الآن ضمنت الجيم الثاني. تيم فالكونز أتوقع أنه لازم بس يحتاجون يأخذون نفس شوي، يرجعون لجو المباراة. فينوم أنا ما ودي يعني أقول يعني كثرنا كلام أنه فينوم أخطأ وأخطأ وأخطأ، طبعا هذا الشيء يصير في كل مكان، أنه خصوصا الضغط الكبير اللي يكون عليك أنه يا تفوز يا تطلع من البطولة جدا 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 كبير عليه، لكن إن شاء الله يقدرون يرجعون. لكن زي ما قلنا أنه دفاع يوغا بونيتو جدا 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 كان رائع، هجمات فالكون كانت مستمرة ولو كانت واضحة، كان عندهم تخليصات حلوة للملعب الثاني، الكرة ما كانت تبقى في ملعبهم الوقت طويل، يحاولون يطلعونها، يحاولون يتنفسون، يحاولون يأخذون البوست، ومنها يستغلون الأخطاء اللي صارت وقدروا يتقدمون من نتيجة 4-3. شفنا في آخر دقيقتين من وقت المباراة تيم فالكونز رجعوا للجو، شدوا راحوا يعني خلينا نقول فل أتاك أو هجوم شامل جدا، حاولوا يجيبون فيه التعادل بس ما قدروا. لكن الآن خلينا ندخل للمباراة الثالثة في هذه السلسلة، هل نشوف تغير في طريقة لعب فالكون أو لا؟ خلوكم معنا. هذه هي النقطة المحورية، لازم فالكونز يغيروا يا فلاي، لازم، ما بنفع يلعبوا عادي، وهذا التغيير عشانه أخذ وقت مستقطع ب 60 ثانية تقريبا أو دقيقة وقت مستقطع بين المباراتين، بس عشان يتأكدوا بينهم وبين بعض إيش التغيير اللازم. وفعلا الآن شفنا كيف الدفاع تبعهم جيد، الدفاع تبعهم محكم في أول 20 ثانية تقريبا، هجمتين أو ثلاثة بنيت بطريقة جميلة من عند يوغو بونيتو، لكن على السريع كان الدفاع موجود وإمبرسيف، كان حاضر في مناطق الدفاعية بأدوار دفاعية، والآن تسديدة جميلة من بينهم، أخيرا فريق فالكونز افتتح التسجيل، أخيرا فريق فالكونز عفوا دخل على المباراة من موضع قوة، من موضع تقدم، من موضع رغبة في الانتصار، مش من موضع رغبة في التعديل، وهذا الإشي اللي الآن نشوف إذا حيقدروا يستغلوه بطريقة مميزة ممكن نشوف مباراة أقوى منها تكون وان سايدد بس من يوغو بونيتو اللي قاعد بينتصر. زي ما شفنا أن تيم فالكونز بداية الجيم هذا نشوف تغير جدا جدا واضح، ونشوف هجمات يعني ما كنا نشوفها في المباريات اللي قبل، هجمات أوضح بكثير، في تناغم بين اللاعبين، في تمركز، الآن نشوف برز بيحاول فيها لكن قدر يسوونها يوغا بونيتو، لكن الآن عندهم فرصة كبيرة، نشوف الضغط الكبير عليهم، كل لعبة يوغا بونيتو عندهم بوست، فأتوقع أنه بتكون هجمة مرتدة لهم. الآن سياتي يحاول يثبت الكرة، يخدع فيها اللاعب بينهم، لكن موجود على طول بالتصدي، ما يعطيهم أي فرصة للتنفس. أمبرسف في لمسة أولى، هل في لمسة ثانية؟ نشوف سمو يوسطها للمنتصف الملعب، لكن سيات موجود مرة أخرى، بينهم ما عنده أي بوست، يحاول حلو أخذ البوست في منتصف الملعب. الآن لا تزال الهجمة في ملعب يوغا بونيتو، لازم يخلصونها بشكل مناسب ويأخذون البوستات، ولا بنقول انه تيم فالكونز الان بيحرز هدف الثاني. شوف جديده اكثر من رائعه، لكن صعب جدا، زاويه ضيقه، وهجمه مرتده يعتبر اكثر من رائعه، لكن تصدي اكثر من رائع من تيم فالكونز، لكن سيات موجود. كيف انت اباك تشوف انه كيف الثقه باللاعبين، تمريره تمريره يحيى اكثر من رائعه، علي سددها بينهم تصدى لها، لكن سيات مرتقي من اول، طلع الكوره من وقت مبكر، قدر يسبق فيها كل لعيبه فالكونز ويحرز فيها هدف التعادل. بعد مضي الآن دقيقة ونص من وقت المباراة الثالثة نشوف النتيجة متعادلة، فهل يا ترى فالكونز بيستمروا بنفس الأداء ولا يوغا بونيتو بيتكيفون على لعبهم الجديد بيحرزون هذا بالتقدم؟ بصراحة حتى الآن فالكونز بيبينونا بشخصية تانية، يعني هذا مش شخصية فالكونز اللي لعبوا في المباراة الأولى والتانية، حاسس إنه أدائهم أفضل، أدائهم أجمل، فينوم أدوار دفاعية صراحة بتحس إنه تحول 180 درجة، عمل سيف حلوة جدا بس في الأخير ما قدروا يكملها، تمريرة حلوة سمو حاول يكملها، لكن الآن متابع من إمبرسيف، تمريرة أخرى من الجدار، لكن على السريع الدفاع طلعوا بمدافعين عشان يتصدولها، والآن تشتيت الكرة، الكرة ما زالت في النص، في تبعثر كبير بين الدفاع والهجوم للكرة، لكن في الأخير استطاع إمبرسيف الآن تمريرة جميلة. الله عليك يا سمو، الله عليك يا سمو، العين بتنبسط والراس بتكيف بهيك اهداف جميله جدا، الريدايركت من عنده على السريع، شوف ما اجملها، شوف ما اروعها، شوف ما احلاها هاي الاهداف من عند اللاعب سمو. هذا سمو اللي نحن نعرفه، هذا سمو بلمسات الجميله بعد تمريره اكثر من رائعه من برفز الوسط الملعب، قدر يحرز فيها هدف التقدم، تغيير اتجاه الكره في مكان جدا حساس، قدر يسبق فيه يحيى وقدر يحرز هدف التقدم. هذا سمو اللي نحن نبي نشوفه، هذا سمو اللي تعودنا عليه
في الريجنال السابق، وكنا نشوف لمساته وانفراداته اللي تغير من مجريات اللعب وتلعب بنفسية الخصم وتسببت في الهدف الثاني. تيم فالكونز داخل معنويات كبيره جدا. الان شوف لمسه ثانيه من سمو الوسط الملعب يطلع لها فينوم، اللمسه الاولى يجدد النطه، هل يقدر يرجع لها او لا؟ لا لا، يبدو ان عنده بوست كافي يروح للكوره. سمو الان الوسط الملعب مره ثانيه، هجوم كاسح جدا من فريق فالكونز. في الجيم الثالث يوغا بنيتو الان يحاول فرصه سياده تسديده، لكن يتصدى لها على طول تيم فالكونز. فينوم عنده فرصه، علي دخول مزدوج الان، هذه هجمه خطيره جدا لتيم فالكونز. عندهم ما عندهم اي بوس، علي سيات ما عنده اي بوس، فينوم يطلع الكره لمسه بصراحه ذبحت الهجمه، معليش ما قدر يستمر معها، ما قدر يعطيها لمسه لوسط الملعب، كذا تكون هجمه مرتده. فريق يوغا بنيتو عندهم افضليه انه يسجلون هدف التعادل، لكن يوغا بنيتو الان هجومهم خلينا نقول قل مستوى في المباراه الثالثه، ما في اي هجمات قدروا يترجمونها لاهداف واضحه. مقارنه بالتسديدات فريق فالكونز عندهم حاليا 10 تسديدات بالمقابل 4 تسديدات للفريق يوغا بونيتو. معروف ان من احسن طرق الدفاع هي الهجوم، هذا الشيء اللي فريق فالكونز اعتقد انه بيستثمر الان طريقه جيده، لكن لسه في هجمه الان في تمريره جيده، لكن وين التشتيت؟ هو سمو ما قدر يشتت صح، الخطر قائم. سمو الان بعد مره ثانيه ما قدر يشتت الاولى، الان شتت الثانيه، وبالتالي في عنده امكانيه. كان السلام على ضغط من عند بريسف، بلوكين ورا بعض، وبالتالي الان بنتظر زملائك التمريره. وين التمريره؟ على السريع علي قدر يقطعها اخر دقيقه الان من جوله المباراه الرابعه او عفوا المباراه الثالثه. نشوف وين ممكن تروح. فينوم فجر لاعب، لكن الكرة ما زالت في ملعب فريق يوغا بونيتو. امبرسيف الآن بحاول أن يبدأ الهجمة من عنده، تمريرة من عند الحيطك بالأخير شتتها فريق يوغا بونيتو مع بقاء 40 ثانية فقط على جو المباراة التالي. زي ما شفنا تغير كبير، المدرب حق تيم فالكونز قدر يفهم جو المباراة، قدر يعطي التعليمات المناسبة اللي نشوف أثارها الآن. نشوف تقدم جدا واضح وهجوم جدا كاسح من فريق فالكونز. يوغا بونيتو ما هم قادرين يدفعون ضد هذا الهجوم اللي ما شفنا نحن في الجيم الاول والثاني. الان شوف هجمه، يا سلام عليك، شوف كيف صدمه سمو يحاول فيها، لكن يحيى قدر يسيفها، قدر ينقذ الكوره، قدر يتصدى لها، حرمهم من هدف التقدم. عندهم 12 ثانيه الان من زمن المباراه يحاولون فيها يجيبون هدف التعادل، 10 ثواني على نهايه المباراه، 8 7 يحيى ايش بتسوي فيها؟ يحاول يوديها لوسط الملعب، لكن تيم فالكونز شوف كيف ياخذون الكره ببطء، يدرون انه عندهم افضليه، يحاولون يقتلون اي هجمه. الان سمو لازم يحط الكره بالارض، والف مبروك تيم فالكونز الان اثبتوا جدارتهم وقدروا ياخذون الجيم الثالث في هذه السلسله بهجوم كاسح 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 جدا. يعني نحن الحين نشوف عندنا 13 تسديده مقابل 5 تسديدات من يوغا بنيتو، ونشوف انه سمو الام في بي بعد هدف الرائع، الهدف الثاني الرائع، تغيير اتجاه الكره جدا كان هدف من اجمل اهداف هذه البطوله فعلا. لكن المشكله ان يوغا بنيتو عندهم 9 تصديات، يعني فاهم كيف انه الفريق دفاعيا حاول العمل اللي عليه وزياده، لكن هدف اللاعب سمو صراحه قاتل بكل ما تحمله الكلمه من معنى. مش بس انه الهدف اللي خلى فريق فالكونز ينتصر، لا، نوعيه الهدف، طريقه الهدف انت ما كنت متوقع بتاتا. في لاعبين واقفين على الخط الخلفي، لاعبين واقفين على الخط بيستنوا بس تسديده زي هيك، وفي الاخير ما عرفوا بالضبط من وين اجتهم الرصاصه هذه، من وين اجتهم هاي التسديده، وفي الاخير سمو اعطى تذكره المباراه هذه لفريقه، قالوا تفضلوا هيك النتيجه الان حسمنا فيها انتصار، يلا نكمل الزخم تبعنا. لازم الان فالكونز يبنوا على هذا الانتصار، لانه بكل بساطه انت بتلعب بس في سبب بدك نفس طويل. خسرت كفالكونز اول مبارتين، معناها انت عليك انك لسه تبني لقدام، بدك تنتصر في 3 مباريات اخرى بس لتقرب على مبدا انه انت قادر على انك تتاهل لنصف النهائي تبع اللور باكت. فلو الاخير احنا قاعدين نحكي على مباراه خسر فيها فالكونز بدفاع سيء في المباراتين الاولى والثانيه، لكن يبدو انه اكتشف الحل. احنا ليش ندافع؟ احنا بنضغط ضغط متقدم، بنلعب لقدام، بنخلي اللعبه تاعتنا هجوميه بحته، وبنخلي واحد مدافع كامبرسيف مثلا، وهذا الشيء هو اللي اعطاهم الافضليه في المباراه الماضيه. 11 تسديده فلاي، لكن لسه داخلين الان على المباراه الرابعه بعد ما صارت النتيجه الان 2-1 بين يوغو بونيتو وفريق فالكونز. فالكونز الان بيبحثوا عن افتتاحيه تسجيل مره ثانيه، لانه افتتاحيه التسجيل في المباراه الماضيه هي اللي اعطتهم البدايه اللي بدهم اياها، هي اللي اعطتهم البدايه الجيده اللي على اساسها بنوا الانتصار تبعهم، في حين كل مره بداوا المباراه باستقبالهم الهدف خسروها بشكل كامل. لذلك المباراه الرابعه بدات، فريق يوغو بونيتو الان في الهجوم. يا سلام عليك يا علي، يا السلام على التسجيل من عند اللاعب علي، افتتاحية نارية للتسجيل من عند فريق اليوغو بونيتو بعد هدف أكثر من رائع. سمو ما عرف من وين أجته هاي الرصاصة.
شوف كيف يحيى، انا بشوف انه سياد طلع للكوره، يحيى قدر يمررها تمريره اكثر رائعه، وفي موقف يعني في موقع مناسب جدا. علي كان سريع جدا في طلوعه للكوره، سمو ما قدر ابدا يسبقه في هذا، وكان عنده افضليه كبيره علي انه يكون اسرع منه وقدر يسجل الهدف الاول. لكن خلينا نتكلم عن تشكيله الان فالكونز. زي ما شفنا انه توز لعب المباراه الاولى، اتوقع كان عنده مشاكل تقنيه، وزي ما نشوف نحن من الجيم اللي قبله امبرسيف كان بديل عنه. لما نتكلم عن فالكونز كنا دائما نقول سمو بينهم توز، لما يدخل امبرسيف نقول انه يمكن يكون في تخبط شوي في طريقه لعب اللاعبين، لكن ما شاء الله عليهم في بينهم تفاهم، ما كان يعني ما اثر كثير هذا الشيء التبديل، وقدروا فيه انه يجيبوا الجيم السابق. لكن الان هم في موقف جدا صعب، متاخرين جدا، لكن الان شوف سمو في التسديده الاولى، لكن يحيى يكون موجود يتصدى لها. تيم يوغا بونيتو من الجيم اللي قبله شفنا انه فريق دفاعي جدا، ما يقدرون يعني طريقه دفاعهم جدا جدا مميزه، بحيث انه حتى تيم فالكونز اللي فريق فالكونز اللي قلنا من هجماته انه بتكون النتيجه خلاص يمكن 7-8 تسديدات جدا خطيره، لكن لا، اللعيبه موجودين في موقع مناسب يقدرون يخلصون الكوره، وحتى لما كان عندهم ذاك البوست الكافي يقدرون يحطون الكوره في موقع ما يقدرون تيم فالكونز يستغلونه. الان عندنا 3:20 على زمن المباراه نشوف هجمه ليوغا بنيتو، يحيى يحاول يمرها لوسط الملعب، مين معاه؟ سمو يحاول في الكره مره ثانيه، سيات يتصدى له، بنوم اسرع بكثير من علي، قدر يخلص الكره ملعب يوغا بنيتو. الان هجمه مرتده لهم، يحيى مره بعيد عن الكره، برسف يحاول فيها لكن تصدي اكثر من رائع من سيات. نشوف الان التفجير، يوغا بنيتو عندهم افضليه وعندهم فرصه هدف، لكن سمو عنده يدي يثبت الكره، ياخذ راحته فيها، خذ راحتك فيها يا سمو، عندك اريحيه، عندك فرصه، لا تزال قدامكم 2:45، مو لازم تضيعون المباراه من يدكم، مو لازم تروحون ويتخبط شوي التقدم والتقدم والهجوم من الفريق فالكونز. قد زي ما شفنا المباريات السابقه انه لو هجمتوا بكل اللاعبين قد يكون عندكم اخطاء دفاعيه يصفر عنها هدف ثاني تيم يوغا بنيتو. لكن لسه ضايل قدامنا الان نص المباراه مر، يوغا بونيتو زي ما قلنا قبل كل مره افتتح فيها التسديد، اوكي كانت حلوه التسديده بس في الاخير افتقرت لجزء صغير من الدقه، لكن سمو طلع الان بالكره يا سلام على العارضه بالضبط في التسعين تبعت العارضه، في زاويه 90 تبعت العارضه، حاول نوفينو انه يعكسها بالانعكاس الصحيح لك في الاخير لم يصفر ذلك عن اي هدف، والتشتيت حيكون الان حاضر من فريق يوغا بونيتو، لكن التبليره موجوده. اوه علي تسديده كويسه لكن مش كافيه سيات، يا سلام عليه، اعتقد عمل فيك حلوه امبرسيف، كان متوقع ان الكره تكون عاليه، لكن بكل الحالات علي بالبلوك الممتاز من على دائره منتصف الملعب استطاع في الاخير انه يحسم هدف ثاني، لما صعد فريق يوغا بونيتو بقربهم اكثر نحو اقصاء الفريق اللي كان الثاني على الموسم الماضي من الريجنالز، وهذا الاشي بصراحه امر كثير كبير، هذا انجاز كثير عظيم بالنسبه ليوغا بونيتو، الاثنين من الثلاث لاعبين تعاونوا اول مره يلعبوا معنا في الريجنالز، لكن لسه فالكونز المفروض يكون في عندهم كلام ثاني، الان حاضرين تشتيت الكره من عند اللاعب يحيى، هل حيقدر يجيب اللمسه الثانيه؟ اوه سمو التصدي ممتاز مع قله البوست، استطاع في الاخير انه يحرم فريق يوغا بونيتو من الهدف الثالث، دقيقه ونص باقيه، لكن فالكونز ما زالوا بعاد تماما عن امكانيه حسم هاي المباراه، ويوغا بونيتو هم الاقرب للانتصار. انا بصراحه الان نشوف هجمه، خلينا قبل ما نتكلم خلينا نشوف الهجمه، الان هجمه خطيره جدا ليوغا بونيتو، لمسه من يحيى لكن للاسف مرتفعه شوي عن الباب، حاول فيها ان يسجل هدف الهدف الثالث اللي نقول خلينا نسميه رصاصه الرحمه بالنسبه لهم، لكن لا يزالون تيم فالكونز يحاولون فيها. علي الان عنده لمسه ثانيه لكن يتصدى لها بنوم سمو تمريره البنوم، يحاولون فيها الوسط الملعب، لازم يسجلون الان هدف، اذا ما قدروا يسجلون هدف خلال ال 20 الثانيه الجايه بتكون جدا جدا صعب عليهم المباراه. علي في اللمسه الاولى، علي بصراحه نجم هذه السلسله، جدا لاعب ماهر، يقدر يحكم في اقل من جزء من الثانيه، يقدر يحكم متى اروح متى ارجع متى اتقدم، زي ما شفنا عنده ثقه كبيره اللي خلته يسجل الهدف الثاني في هذه المباراه، قدر يتصدى لسمو ويوجه الكره الى باب تيم فالكونز ويحرز الهدف الثاني. لكن الان نشوف تيم فالكونز هجمه مرتده خطيره، منهم يحاول اللمسه الاولى منه، هل في لمسه ثانيه او لا؟ لكن نشوف الان خطا شوي دفاعي، يحاولون فيها مره ثانيه، الله عليك شوف كيف سيئها، شوف كيف انقذها يحيى، ايش باللعب يا يحيى، ايش تسوي، ايش تورينا اليوم من مهارات، ما في اي بوست يذكر عند تيم يوغا بنيتو، لازم سوي يستغل هذه الفرصه، كلهم اصفار، يحاول فيها مره ثانيه، الله عليك يا سمو، الضغط المستمر من تيم فالكونز، زي ما تشوفون ما في اي بوست عند الفريق، نشوف تحكم جدا رائع من سمو للكوره، قدر انه يرفعها
فوق علي ويسجل الهدف الأول في هذه المباراة. عندهم 11 ثانية مصيرية، هل يقدرون يعادلون النتيجة أو لا؟ خلونا نشوف. صعب ال 11 ثانية هذه، المفروض تحمل فطياتها الكتير، لكن لسه فريق فالكونز بيظهر رغبته الشديدة في التسجيل. 3 ثواني 2 أعتقد أنه قادرين ينهوها تمام الآن. يوغو بنيتو تمريره الآن بعرض الملعب، وين التسديدة إمبرسيف؟ ما في معهم كتير بوست الآن، لازم يخطوها في الأرض، لازم الكرة ترتطم بالأرض عشان تنتهي المباراة. والآن حيحاولوا فالكونز أنه ما ترتطم بالأرض، بس في الأخير قلة البوست اللي معهم ما كانت في صالحهم بتاتا. ويوغو بنيتو الآن على بعد مباراة وحيدة فقط من إقصاء فريق فالكونز، اللي هو من أبرز الناس أو من أبرز الفرق اللي كان بالإمكان إنها تعمل دمج أمام فريق ساندرو جيمينج. بس في الأخير هاي 3 مباريات لسه في أمامنا مباراة رابعة، المباراة ما انتهت. يوغو بونيتو الآن في عنده إمكانية لأنه يدخل على المباراة أو يدخل على التاريخ من أوسع أبوابه في الريجن الأولى، بس من بوابة أنه أقصى فريق فالكونز. أنت ما بتتوقع من فريق جامل كلوز كواليفايرز أنه يجي ويقصى فريق فالكونز أو حتى يسرق مباراة من فريق ساندرو جيمينج، لكن يوغو بنيتو حتى الآن بسجل التاريخ باسمه بهذه الإنجازات، ولسه المباراة تبعته ما خلصت أمام فريق فالكونز. خلينا نقول أنه بينهم لسه يحاول يتكيف مع فريق الجديد، بس هذا ما يكون سبب أنه خسارة فالكونز. فالكونز بصراحة مستوى ما هو جدا سيء بالشكل اللي تصورونه أو بالشكل اللي نحن متعودين عليه، لكن الشيء المفاجئ اللي نحن شفناه أنه فريق زي يوغا بنيتو يقدم مستوى، خصوصا أنه فريق مشكل يعني جديد فيه له لعيبة ما كانوا في البطولات الدورية بشكل كبير، يحيى وسيات، بس أتوقع بقيادة علي اللي هو زي ما قلت لك أنا أشوف أنه نجم السلسلة بصراحة، MVP للمرة الثالثة في المباريات اللي يفوزون فيها، لاعب جدا ماهر عنده قوة قلب وعنده سرعة اتخاذ قرار ما هي طبيعية، قدر انه يشيل فريقه في المباراة الرابعة. لكن الآن خلينا نشوف هل هي هذه المباراة الأخيرة بالنسبة لتيم فالكونز؟ هل تتوقع أحمد بنشوف تيم زي تيم فالكونز يطلع من هذه التصفية بشكل سريع؟ لكن لا، سمو قال أنا أوقف لاي أوقف عندك، نحن لسه موجودين. شفنا تفجيرة أكثر من رائعة من بينهم، قدر منها سمو يسجل الهدف الأول بعد مضي 5 ثواني المباراة. الآن هم داخلين بشكل جدا 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 قوي، خلينا نشوف هل بيقدرون يستمرون على هذا المستوى أو لا. صراحة كل الفرق الآن ماشي على المبدأ اللي بسجل الهدف الأول بيقدر يحافظ على التقدم تبعه بينتصر. 4 مباريات خلصوا على هذا المبدأ، الفريق اللي سجل الأول انتصر، لكن هل حان وقت يوغو بنيتو أنهم ينهوا هاي القاعدة وينتصروا؟ هذا هو السؤال المحور عندنا في هاي المباراة. لكن لسه فريق فالكونز الآن داخل بقوة، فريق فالكونز داخل بغضب، عارفين الفريق هذا بيغضب من الخسارة، وإذا غضب أوعك توقف في وجهه. وحتى الآن فريق فالكونز صار مسجل هدفين في أقل من نص دقيقة، فبالتالي داخلين الآن بقوة، داخلين الآن بحماس، وداخلين الآن بثورة كبيرة في المباراة هذه بعد ما خسروا المباريات بشكل متتالي. الآن حان وقت التعويض بالنسبة لهم، فايزين 2-0، لكن لسه بس نص دقيقة مرت. تسديدة جميلة، متابعة، وين المتابعة؟ لكن علي السلام على التصدي الرائع من عنده، سمو سددها في منتصف المرمى، وهذا الإشي حرم فريق فالكونز بأنه يخلي التقدم تبعه ب3 أهداف قبل ما تمر أول دقيقة في المباراة. زي ما نشوف الآن أنا أتوقع أنه بدأ التعب يظهر، الهجمات المتكررة على ملعب الخصم أو على باب الخصم تهد حيل اللاعبين أو تتعبهم جدا. زي ما شفنا تيم فالكونز فريق هجومي جدا 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 قوي بشكل كبير، لكن الآن نشوف الإنقاذ أكثر من رائع، لكن فينوم موجود زي ما قلت لكم، بالهجمات المتكررة تعب اللاعبين. حاول بصراحة علي أنه يفقدها، عفوا يحيى، لكن شفنا دخول مزدوج مما أدى إنه بينهم يكون في الموقع المناسب والمكان المناسب إنه يسجل الهدف الثالث. لسه نحن في الدقيقة الأولى من المباراة الخامسة ونشوف هجمات متكررة، هجمات قاتلة، هجمات سريعة تحرم أول شيء يوغا بنيتو من أخذ البوس وأخذ ريحيتهم وأخذ نفسهم، تحرمهم من إنه يكونون في الموقع المناسب والمكان المناسب، وبرضه سبب لهم تشتت في الدفاع. أكثر من مرة شفنا إنه في 3 لاعبين في الهدف الثاني، اللمسة الثانية من سمو قدرت تخبص دفاعاتهم خلتهم 3 يطلعوا للكورة أسفر عن الهدف الثاني. والآن شفنا بالهجمة اللي قبل شوي أنه أجبرت لاعبين، أجبرت علي وأجبرت يحيى أنهم يروحوا لنفس الكورة، وعطت أفضلية لبنهم أنه يسجل الهدف الثالث. لكن الآن 3:30 على زمن المباراة، لازال عندهم فرصة، علي يحاول فيها يطلع مرة أخرى، لكن يحيى موجود طرف الملعب. لكن الآن نشوف الرول نمبر 1 اليوم، كم شفنا رول؟ أتوقع أنه هذا 3rd rule number 1 ورابع رول نمبر 1 في هذه البطولة. لكن الآن نشوف علي يسجل الهدف أسرع بشكل سريع جدا، حرمهم بينهم
بنوم وما اعرف مين كان في الزين بصراحه، ما لاحظت بنوم واللي معه كانوا ماسكين يدات بعض، خلينا نقول ما قدروا انه يكملون. هذا يبين عندنا يحيى موجود في الهجمه، قدر فريق يوغا بونيتو انه يحرز الهدف الاول، وعندهم 3:15. الان هجمه من ركله البدايه، هجمه مرتده سريعه على عند اللمسه الاولى، يسلم عليك لكن سبو موجود، تسديدات متكرره من فريق يوغا بنيتو، ما هم قادرين يسجلون الهدف الثاني من هذه المباراه. مباراه جدا جدا حماسيه، خصوصا انه مباراه الخامسه زي ما قلنا تبين طريقه فهمك للخصم، تبين طريقه لعبك، وبتقدر فيها انه تسجل التقدم زي ما شفنا تيم فالكون 3-1 2:50. هل يا ترى بيستمرون على هذا الاداء او لا؟ خلونا نشوف. لسه ضايل قدام 2:50، وهذا بصراحة وقت كافي جدا ليوغا بنيتو من يرجع في المباراة، نشوف هل حيقدروا يرجعوا للا، لأنه صراحة فريق فالكونز الآن أظهر نزعة هجومية قوية جدا، ومن خلالها استطاع تسجيل 3 أهداف في أول فترة قريبة، فبالتالي حيخليهم 4. بينهم صراحة قايم بأدوار هجومية رائعة في هذه المباراة، استغل أعتقد خطأ تمركز من يحيى، علق جوا المرمى حرفيا، علق ما قدرش إنه يطلع بتاتا، وبالتالي بينهم على مرمى خالي من المدافعين استطاع مضاعفة التقدم من 3-1-4-1 لمصلحة فريق الفالكونز، اللي حتى الآن زي ما قلنا نزعة هجومية كافية عنده لأنه يسجل هدف ورا هدف ورا هدف. الآن إمبرسيف حاول بإير دريبل لكن على السريع علي استطاع إنه يتصدى لهذه المحاولة، في الأخير يحيى حيحاول الآن يقوم بأدوار صراحة غايب كتير يحيى عن المباراة الأخيرة، وسير نفس الإشي أعتقد علي هو اللي بحاول أكثر واحد بحاول من فريق يوغا بونيتو، بس هذه لعبة جماعية كل الفريق لازم يأدي، كل الفريق لازم يعطي. 4 تسديدات من يحيى لكن النجاع عنده قليلة جدا، ما قدر يسجل ولا هدف حتى الآن مع بقاء 2 على جو المباراة الرابعة. حتى زي ما نشوف أنه فريق فالكونز دفاعه جدا تحسن مقارنة بالمباريات السابقة، لكن برضو نشوف هجومهم تحسن بشكل جدا جدا واضح. هذا هو فريق فالكونز اللي نحن متعودين نشوفه بهجماته بلمساته بتمركز لاعبينا، نشوف امبرسيف بيحاول يمررها لوسط الملعب لكن لمسه شبه خاطئه، نشوف انه سمو قدر يصدم يحيى ما خلاه يلمس الكره بشكل مناسب، وهل تستسلم على هجمه مرتده؟ يقول مزدوج من فريق فالكونز، سيات الان عنده فرصه لكن نشوف صدمه اكثر من رائعه من بينهم الان قدر يبين. السلام عليك سمو، ايش تسوي يا سمو في هذا الجيم؟ سمو بان جدا 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 في هذا الجيم الخامس من هذه السلسله، هو سمو اللي احنا متعودين عليه، نشوف تمريره هل في لاعبين او لا، لكن سياد قدر يخلصها. الان فريق فالكونز عنده اريحيه كبيره، يقدر فيها يتنفس، يقدر فيها يرتب صفوفه، عنده 3 أهداف، صعب جدا انك تجيب 3 أهداف ضد فريق كبير زي فالكون خلال دقيقه واحده فقط من نهايه المباراه، جدا جدا صعبه. لكن انا اللي اشوفه انه فالكون متبنيين مبدا خير وسيله للدفاع هي الهجوم، هجوم متكرر متواصل ابدا ما وقفوا، ولسه تطلع حتى الهجمات ما فايزين 4-1 ولسه بيهجموا، ولو لمسه صغيره من امبرسيف كان ممكن يكون الهدف الخامس، بس في الاخير نص دقيقه اللي باقيه كيف حيقدروا يستغلوا فريق يوغو بنيتو؟ هل حيكون في لهم اهداف بس ترفع معنويات من المباراه القادمه ولا لا؟ اوه فوق العارضه، وين المتابعه؟ وينك يا علي؟ تمريره اضافيه لكن على السريع سمو استطاع انه يشتتها، الان ما تبقى الان على سياد غير انه يحاول بس يفتح هجمه جديده، لكن في الاخير تمريره ما كانت موفقه من عند اللاعب سمو، حيتابعها اللاعب علي الان وين حيروح بالكره؟ 7 ثواني، صعب جدا انك تعمل اي شيء اضافي في 5 ثواني الضايله وانت متاخر ب3 أهداف، لذلك كلا الفريقين حيتركوا الكره تخبط في الارض، ومن هناك حنشوف فريق فالكونز انتصر في مباراته الثانيه في حين متاخر ب3 مباريات، لذلك في عنا مساحه كبيره من امكانيه الانتصار الان لفريق فالكونز، لكن عليه انه ما يستسلم فريق فالكونز الان، عليه انه يدخل بمعنويات المنتصر مش بمعنويات اللي بيحاول يعدل، ويوغو بنيتو صراحه قدم مباراة قوية لكن هاي المباراة من أولها ما عرفوا من وين الضرب بيجيهم. 5 ثواني استقبلوا الهدف الأول، 20 ثانية استقبلوا الهدف الثاني، لسه بقولوا بدهم يكملوا ما كملوا دقيقة استقبلوا الهدف الثالث، فبالتالي لسه المباراة ما خلص الخمس الأول تبعها إلا وهم متأخرين 3 أهداف، فهذا الإشي صعب جدا أنك ترجع منه مهما كان عندك خبرة أمام الدفاع القوي والهجوم الرائع من عند فريق فالكونز. هذا هو تلخيص المباراة هاي اللي شفنا فيها كيف بكل بساطة فريق فالكونز بأدي أداء جميل جدا أمام روعة الهجوم تبعه، صعب جدا على فريق يوغا بنيتو أن يرجع في المباراة هاي، ورجعنا الآن في البيست أوف 7 ل3-2. المشكلة أنه ما نقدر نقول أن يوغا بنيتو ما حاولوا، والله حاولوا بشكل كبير جدا، لو تشوفوا الإحصاءات عندهم 12 تسديدة على باب تيم فالكونز أو فريق فالكونز، لكن
فالكونز كان متواجد، فالكونز كان يقتل هجمات، فالكون ما كان يعطيهم أبدا أي فرصة إنه يحرزون أي هدف، خصوصا إنه ضمنوا 3 أهداف زي ما قلت أحمد في الدقيقة الأولى من المباراة الخامسة، يعطيهم أفضلية كبيرة وثقة كبيرة اللاعبين إنه يأخذون جوهم، يروحون يلعبون، يروحون يسوون اللي يسوونه. يعني نحن مقدمين 3 أهداف، هل ندافع؟ هذا السؤال هم سألوا نفسهم، هل ندافع؟ قالوا لا، نحن نهاجم هجمات متواصلة، هجمات متكررة، هجمات قاتلة، نشوف تفجير، نشوف تصديم، نشوف يعني ما أبدا ما قالوا خلينا نصير دفاعيين، قالوا لا نستمر بالهجوم. يوغا بنيتو الآن خلينا نقول في موقف أريحية صحيح، لكن تيم فالكونز بعد كل جيم يقربوا منهم، بعد كل جيم يقربوا منهم، فالتوتر الآن في تصاعد كبير جدا على تيم يوغا بنيتو. أتمنى أنه يقدرون يأخذون نفس، لسه يا شباب كل الفريقين أداهم جدا رائع، قد تكون بداية تيم فالكونز كانت بطيئة بعض الشيء، لكن الحين نشوف مباريات رائعة جدا، أنا استمتع فيها ومتأكد أنه جميع المشاهدين يستمتعون فيها فعلا. والنقطة الأهم هنا أنه حكينا قبل المباراة عن أنه فريق يوغا بونيتو عندهم إمكانيات نفس الطويل، لأنه لعبوا كتير مباريات في دور المجموعات، والمباراة الأخيرة المباراة اللي حددت بالضبط هل هم حيكونوا في اللور براكت ولا في الأفر براكت كانت برضو مباراة من بيست أوف فايف، لعبوا 5 مباريات والمباراة الأخيرة يمكن راحت أوفر تايم. فبالتالي أنت قاعد تحكي على فريق عندهم إمكانيات نفس الطويل، لكن جربناه احنا في 5 مباريات وأريد ال5 مباريات انقضوا، فهل النفس تبعه حيستمر للمباراة السادسة والمباراة السابعة؟ نظريا عنده الإمكانية، لكن أمام الضغط المستمر الهجومي من عند فريق فالكونز صعب جدا أنك تحافظ على نفس هذا المستوى وعلى فترات طويلة. لذلك وصول فريق فالكونز حتى الآن لانتصارين هو أمر مهم جدا، هو أمر محوري جدا بالنسبة لحظوظ فريق فالكونز بالاستمرار في هاي البطولة، لكن الآن هي القدرة على المحاولة أو القدرة على بناء الهجمة من جديد، القدرة على الاستمرار في العطاء، هذا الإشي اللي حيفرق بين الفريقين في المباراة السادسة اللي الآن بدأت في البيست أوف 7 ما بين فريقي يوغا بنيتو وفريق فالكونز. يوغا بنيتو انتصر في 3 مباريات، لكن فريق فالكونز استطاع في الأخير الانتصار في 2، واحدة منهم بعد ما خسر مبارتين والتانية شفناها قبل شيء. لذلك ندخل الآن على المباراة السادسة، لمين حتكون الغلبة؟ لمين حيكون الانتصار؟ كل فريق افتتح التسجيل هو الفريق اللي ختم المباراة باسمه، هذه النقطة المحورية اللي حنحاول نبني عليها المباراة السادسة، مين حيسجل هدف الانتصار وهو هدف الافتتاح؟ يوغا بنيتو لازم يضمنون هدف واحد على الأقل يبدون فيه يلعبون نفسية فريق فالكونز، لكن إلى من المباراة السابقة شفنا أنه جدا جدا صعب هذا الشيء، خصوصا أنه أصلا تيم فالكونز أغلب المباراة السابقة كانت هجوم ما هو دفاع، فهل بيقدرون يوغا بنيتو يسوون هذا الشيء؟ لكن الآن نشوف إمبرسف يقول لا أنا متواجد في موقع مناسب، علي حاول فيها بنوم أعطى اللمسة الأولى، لكن نشوف أنه لاعبين في الجدار الخلفي من الباب جدا 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 شيء خطأ أنك تشوفه. إمبرسف قدر يستغل هذا الخطأ ويسجل هدف التقدم التيم فالكونز، وأحمد يقول أن اللي سجل الهدف الأول هو اللي يضمن الفوز في المباراة، فخلوا الآن نشوف سمو يحاول فيها يمررها لبنوم، هل بنا مش بيسوي فيها؟ عنده بوس ما عنده بوس، ما هو قادر يلعب بالكرة بشكل مناسب. سمو مرسل مع الكرة الآن يروح يمررها لأحد، لكن لا يروح اللمسة الثانية، سمو يطلع للكرة. إلى الآن هجوم واضح من فريق فالكونز، ما في هجوم واضح من فريق يوغا بنيتو. إيش بيسوون؟ عندهم 3:43 الآن هجمة عند يوغا بنيتو، سيات يحاول يحطها في وسط الملعب، يحيى بعيدة عن الكرة، علي الآن في موقف جدا صعب يضيع الكرة، مرسف عند اللمسة الأولى، هل عنده لمسة ثانية أو لا؟ سيات يقول لا أنا متواجد، يلمس اللمسة الأولى يحاول يوديها لوسط الملعب، ما في أحد معاه، مرسف يلمس اللمسة الأولى، هل عنده لمسة ثانية؟ الله عليك يا مرسف، لكن سمو موجود. يا سلام عليك يا سمو، أبيكم تشوفون يا شباب يا أعزائي المشاهدين، شوفوا اللمسة الأولى من إمبرسف، أعطى اللمسة الأولى، عنده لمسة ثانية حاول يسجلها، زاوية جدا ضيقة لكن صدرت عنها تمريرة لسمو قدر يسجل فيها الهدف الثاني لتيم فالكونز. تيم فالكونز بعد مضي كل ثانية كل ما لا يقرب للمباراة السابعة وكل ما لا يقرب لعنق يوغا بنيتو، يخليهم في موقف توتر جدا جدا كبير، الضغط النفسي عامل جدا 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 كبير في روكت ليج. صح انت الان كنت متقدم نتيجه 3-1، مره واحده قد صار 3-2 والان تخسران 2-0 لتقترب من 3-3، فبالتالي الان في اسوأ وضع من بدايه المباراه حتى الان هو وضع فريق يوغا بنيتو في المباراه هذه، خاصه انه ماشيين على قاعده انه فريق فالكونز اذا سجل الهدف الاول عنده امكانيات تسجيل اكبر واكبر بعد هيك، شفناها الان في الهدف الثاني وشفناها في الهدف الاول، لذلك ما بيكتف فريق فالكونز بل على العكس تماما، عنده امكانيات استمراريه. يحيى
من على خط المرمى هو علي استطاع أن يشتته لك في الأخير قطع آخر للكرة من عند اللاعب صمد الدفاع المتقدم بيعطي نتائج إيجابية حتى الآن مش مخلي فريق يوغو بنيتو يبنوا الهجمة بالطريقة اللي بدهم إياها. حتى الآن فريق فالكونز دفاعيا موجود وهجوميا رائع فينوم الآن بحاول أن يعكسها لكن الدفاع موجود علي من على خط المرمى التشتيت تمريرة أخرى من عند اللاعب إمبرسيف وين التشتيت هاي المرة تشتيت آخر من عند اللاعب يحيى عدل الأول لكن على السريع قطع الكرة من على خط منتصف الملعب هذا ببين لك قديش أن الدفاع المتقدم تبع فريق فالكونز بيعطي نتائج إيجابية لهم حتى الآن في السيطرة على وين الكرة لازم تكون بحاولوا الآن يسددوا لكن يا سلام يحيى وعلي يا سلام عليكم تمريرة رائعة عمل فردي رائع من عند اللاعب علي لكن تسديدة ولا أروع من أمام مدافعين اثنين استطاع يحيى أنه يسجل هدف تقليص الفارق لهدف واحد أمام فريق الفالكونز ما أقدر أقول إلا ما شاء الله على عليهم نعم على علي ويحيى واو هدف أكثر من رائع يحيى مررها شاف أنه علي موجود في الزاوية وعلي قدر يحطها في مكان مناسب جدا أنه يحيى يسجل هدف لكن الآن هل بنشوف هدف الرد من تيم فالكونز أو لا لكن لا موجودين اللعيبة لا يزالون في جو المباراة يوغا بنيتو مع أنهم خسروا مباراتين وراء بعض وأنه يعني تيم فالكونز كل ما لا يقرب منهم لكن لا يزالون في جو المباراة هذا الشيء اللي يعجبني فيهم أنه ما استسلموا تحت الضغط نشوف هجمات نشوف تمريرات نشوف تمركز رائع من اللاعبين نادرا ما نشوف أخطاء دفاعية منهم لكن الآن نشوف يحيى سلام عليك أبيكم تشوفون كيف قدر يحيى يستغل خطأ بينهم طلع من الجدار قرأ لمسة إمبرسيف وقدر يحول الكرة على طول لهدف التعادل في زاوية ملعب تيم فالكونز الآن النتيجة 2-2 دقيقة و37 ثانية اللعيبة من كلا الفريقين كل ما تزيد وقت المباراة كل ما تتعب كل ما يكون لعبك شوي خلينا نقول يتذبذب لكن نحن نشوف مستوى رائع جدا من الفريقين قد يكون دفاع يوغا بنيتو شوي متخبط نشوف انه اللاعبين يدخلون على الكورة وكذا لكن ما هو بيدهم لانه التسديدات فريق فالكونز تكون في زوايا تجبر لاعبين انه يطلعون وصعب يكون في له التواصل بين اللاعبين فقط جدا ضيق هذا يعني ميزة من فريق فالكونز انه يقدر يحط الكورة في مكان يجبر لاعبين او ثلاثة انهم يدخلون على الكورة ويعطيهم افضلية في الهجمة صحيح هذا الإشي هو اللي أعطاهم الأفضلية في الهجمة اللي سجل فيها الهدف الثاني لكن الآن تسديده هو فوق العارضة بشوي التكملة من عند يحيى فوق الزاوية 90 ليسرى للمرمى لكن لسه الضغط مستمر بحاول يظهروا نجاعة كبيرة الآن فريق يوغو بنيتو والتسديد على مرمى خالي يا سلام عليك يا يحيى هاتريك اللاعب يحيى كنا بنحكي أنه بدنا إياه هجوميا يظهر بنجاعة أكبر في المباراة الماضية سجل 4 تسديدات ما سجل منها ولا هدف الآن سجل 5 تسديدات 3 أهداف سجل منها يا سلام عليك يا يحيى بقدم أداء هجومي خرافي ويبدو أن القاعدة حتنكسر يا فلاي لازم تنكسر القاعدة الآن أنه اللي بيسجل أول هدف بينتصر يوغو بنيتو الآن بحاولهم يكسروها ومش يكسروها بس بطريقة عادية يكسروها ويطلع فريق فالكونز من المطول زي ما شفنا الحين تيم فالكونز اللي كنا نشوف انه رجع الاداء رجع المستوى والان يحط يوغا بنيتو في موقف صعب نشوف الان متاخر بهدف وما بقى عندهم الا 30 ثانيه على نهايه المباراه ونشوف انه يوغا بنيتو بدوا يتبنون مبدا الهجوم ايضا انه الخير وسيله للدفاع هي الهجوم نشوف هجمات متكرره لكن الان لمسه ثانيه يحاول فيها برسل بس ما قدر فيها سمو ما عنده اي بوس صفر بوس ما عندهم اي هجمه الان يحيى يحاول يضيع الوقت يحاول يسر الكره لفريق الملعب فريق الخصم لكن الان 7 ثواني ايش بيقدرون يسوون فيها يلا يا فالكونز هل بتخيبون ضد جماهيركم هل بتطلعون او لا هل يوغا بنيتو بيقدر يتصدر ويغلب توقعات الجماهير كلهم او لا خلينا نشوف الان نقول الف 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 مبروك ليوغا بنيتو قدر يتغلبون على فريق فالكونز اللي ما حد